الحمد لله تمام. في مبروك. البداية طبعا الله يبارك في حضرتك، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللعيبة والجهاز الفني. الفوز الخامس على التوالي في الدوري، يعني الفوز ده بيفكرني كده يعني إن شاء الله ناخد مسيرة ليفربول في الدوري الإنجليزي بإذن الله. هم بيكسبوا كده دايما، لما بتكسب على التوالي بيقلل من عزيمة المنافسين. يعني بكرة لما الزمالك وبيراميدز بيلعبوا مش عارف ليه انا حاسس ان رقم 2004 هيكسر ممكن. اه يعني مش عارف، عندي ربنا يسهل ان شاء الله. ممكن مهم. طبعا ده الفوز الخامس على التوالي زي ما قلت لحضرتك. يعني ليفربول لما بيكسب بيقلل عزيمه السيتي، بيقلل عزيمه ليستر سيتي، نفس الكلام هنا في النادي الاهلي. لازم نفضل الاستمرار، الفوز المتتالي ده مهم جدا عشان تقلل عزيمه المنافس، دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه، النهارده انت اقوى خط هجوم برصيد 17 هدف. احنا كنا قبل المباراه قلنا ان هو معدل 3.5، المعدل وصل دلوقتي 3.4 هدف في لكل مباراه، معدل كويس جدا. النادي الاهلي اقوى خط دفاع في البطوله، دخلت شباكه هدف واحد بس، فكل الارقام دي مميزه جدا. صراحه عجبني جدا فايلر النهارده، يمكن لسببين. اول مره النادي الاهلي ما يسجلش في الشوط الاول من بدايه الدوري، دي رقم واحد. رقم